معسكر زمزم جنوبي مدينة الفاشر 17 عاما من الإقامة الاضطرارية ظل خلالها هؤلاء المنكوبين تحت مسمى النازحين. مهرت أطراف الصراع اتفاقا في عاصمة الجنوب، ودقت طبول الاحتفاء والاحتفال هنا عندما أشقتهم الحرب وأخذت منهم الزرع والدرع والديار والعمر، فقضوا يومهم شدوا ورقصا على إيقاعات الأمل المنشود لتغيير واقع أبى أن يبتسم لسنوات. نعيد لقرآنا نرجع زي ما كنا زمان عايشين، ما دايرين عيشة زي الزمان الفات. هذا السلام يطلب كل طموحاتنا ليكون يرجينا إلى قرآنا، يعملنا إعادة ما دمرته الحرب. ما يزيد عن 2 مليون نازح ولاجئ هو العدد التقريبي لمن تأثروا بسنوات الاقتتال في دارفور. بنود الاتفاق خصصت بروتوكولا يخاطب شواغل وخيارات معالجة أوضاعهم. ما نوقشت في فرد بروتوكول النازحين هو كفيل لحل قضايا النازحين إذا توفر فيه عنصر هو عنصر جدية حكومة الفترة الانتقالية. عرضنا عليهم الخيارات المقبولة بالنسبة لهم، ونحن على استعداد لتنفيذها، سواء العودة لمناطق الأصلية، سواء التخطيط المعسكرات وتسليم عليهم، سواء من هم أراضي في المعسكرات ومن هم في الأراضي. التوقيع على اتفاق سلام قد ينهي عذابات قاطني المعسكرات وإن كان محاطا بتعقيدات ومخاوف التطبيق، لكنه نبأ أعاد إلى وجدانهم مشاعر مفقودة جعلت الحناجر تصدح بأغنيات الاعتزاز والفخر بالأرض التي أطلقت نارا عليها بندقية. سعد الدين حسن، الحدث من مدينة الفاشر شمال دارفور.